السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حمد، أمس عليك بالخير. مرحبا ومسهلا يا علي، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة، مواضيع متنوعة وضيوف مميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة وأبرز ما في حلقة الليلة. معالي رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل تكريم مدن قطر مدن صحية. الزي الرسمي لأمن بطولة كأس العالم، مواصفات عالية وبصمة فريدة لدولة قطر. انطلاق أعمال البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة. شكرا يا حمد. شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق شيراتون الدوحة حفل تكريم مدن قطر مدن صحية بمناسبة حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية، وحصول كل من جامعة قطر والمدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية من منظمة الصحة العالمية، والذي يعد إحدى نتائج المشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة لعام 2018-2022. وتخلل الحفل عرض لفيلم وثائقي عن المدن الصحية لممثلي كل من وزارتي الصحة العامة والبلدية ومنظمة الصحة العالمية وجامعة قطر ومؤسسة الجيل المبهر، واختتم الحفل بتسليم شهادات الاعتماد للبلديات المعتمدة مؤخرا وجامعة قطر. وعقب الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزراعة شجرة مدن قطر الصحية الأولى، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. كذلك دشنا معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الزي الرسمي المعتمد لقوى الأمن لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى وزارة الداخلية. نتابع في سياق هذا التقرير. على أهبة الاستعداد دشن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الزي الرسمي المعتمد لقوة أمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك خلال حفل أقيم بمبنى وزارة الداخلية. وشهد معاليه عرضا مرئيا حول الزي الرسمي لقوة أمن البطولة والمواقع ومهمات الحماية والأدوار الأمنية لكل قوة من الوحدات، إضافة إلى تدشين الآليات والمركبات والدراجات النارية التي ستستخدم في البطولة. تحت رعاية وحضور معالي الشيخ خالد بن خليفة الثاني رئيس مجلس وزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022، نحتفل اليوم بالكشف عن الزي الرسمي لقوة أمن البطولة، بالإضافة إلى الآليات والمركبات والدرادات الخاصة فيها. طبعا تم تشكيل لجنة مختصة في هذا المجال بمتابعة وتوجيه مباشر من قبل قائد عمليات أمن البطولة سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. بدأت اللجنة أعمالها تقريبا قبل سنتين. عملنا بحث واطلاع واسع لجميع أنواع الزي المماثل في جميع أنواع الشرطة المعنية بتنظيم بطولات والأحداث الرياضية. الهدف كان واضح بالنسبة لنا أن تنظيم بطولة كأس العالم يجب أن يكون استثنائي في كل شيء، لذلك احنا ركزنا على عدة نقاط رئيسية. أولا أن يكون هذا الزي جديد ومبتكر وغير مسبوق، أن يكون هذا الزي مريح وقريب وصديق للجمهور، خاصة في تواصل ما بين الجمهور ورجال الأمن. لذلك في نفس الوقت حاولنا أن نحافظ على الطابع الأمني للزي. نضيف على ذلك أن حرصنا كل الحرص أن يكون هناك فيه هوية بصرية موحدة لجميع أنواع الزي، بالإضافة للآليات والمركبات والدرجات النارية والمروحيات. وتتميز الأزياء الرسمية الجديدة بأنها مزودة بكامل معداتها الأمنية من الكاميرات المحمولة والإسعافات الأولية والسترات الواقية، وجرى تصميمها خصيصا لدولة قطر. وتنقسم الأزياء الأمنية إلى الزي العام لقوة أمن البطولة، وزي وحدة الحركة المرورية، وزي الدراجات النارية، وزي الخلايا الأمنية،
وزي أمن أرضية الملعب، وزي حماية المنتخبات، وزي مكافحة الشغب، وزي فريق الإفداوية، وزي الكشف عن المتفجرات، وزي الأمن الخاص بمناطق كبار الزوار. كما تم الإعلان عن اعتماد هذا الزي الأمني رسمياً لدولة قطر في الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، والتي تعقب بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. انطلقت أعمال البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، وذلك في فندق شيراتون الدوحة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. بحضور كل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد ماسي ميليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، انطلقت أعمال البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، وذلك في فندق شيراتون الدوحة. يأتي هذا البرنامج في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في دولة قطر، وخاصة في المجال الرياضي. كما يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله ورعاه من اهتمام لتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وهو ما كان له الأثر الواضح والبارز في جعل دولة قطر تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات الدولية للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتصبح دولة قطر تجربة فريدة تسعى العديد من الدول إلى استلهامها والاستفادة منها، وتلعب الرياضة دورا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تطمح دولة قطر إلى أن تحتل مكانة رائدة عالميا في المجال الرياضي، وأن تجمع العالم من خلال التنمية الرياضية المستدامة مستفيدين في ذلك من الإنجازات التي حققتها دولة قطر حتى الآن. ويركز البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة الذي يستمر حتى 6 أكتوبر الجاري على توفير المعرفة بالأنواع المختلفة من التهديدات التي تتعرض لها النزاهة الرياضية، مع التركيز على الفساد الرياضي، بالإضافة إلى تطوير فهم كيفية تعامل السلطات العامة الوطنية والهيئات الدولية مع انتهاكات النزاهة في مجال الرياضة، وكذلك تطوير المعرفة بالممارسات الجيدة والمعايير المتقدمة في معالجة الأنواع المختلفة لانتهاكات النزاهة داخل المنظومة الرياضية. ومن النزاهة الرياضية إلى جامعة قطر، حيث أطلقت جامعة قطر فعاليات المنتدى والمعرض البحثي السنوي لعام 2022 تحت عنوان البحث والابتكار والاستدامة، الرياضة ملتقى الأمم، وذلك بحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب. نتابع في سياق هذا التقرير. بحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، تنظم جامعة قطر وعلى مدى يومين فعاليات المنتدى والمعرض البحثي السنوي 2022 تحت عنوان البحث والابتكار والاستدامة، الرياضة ملتقى الأمم، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة والشركاء والمؤسسات ومراكز البحث. وجاء ربط المنتدى والمعرض هذا العام بين الرياضة والبحث والابتكار والاستدامة لتزامنهما مع استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتداعيات الوبائية لفيروس كورونا كوفيد-19، حيث يجمع بين أوجه التقدم في البحث والابتكار على الرغم من الظروف الصحية الراهنة خلال فترة انتشار فيروس كورونا وما بعد الفيروس.
مع التأكيد على قضايا الاستدامة ذات الصلة بفترة ما بعد بطولة كأس العالم والعمل على تحسين رفاهية المجتمع. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم برعاية إكسون موبيل قطر إلى إبراز الجهود البحثية لجامعة قطر في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع من خلال البحوث القائمة على الشراكات النشطة والتفاعلية مع الصناعة وتسليط الضوء على الأبحاث المهمة والحائزة على جوائز، والتي تعزز رؤية جامعة قطر وتدعم الأولوية البحثية لدولة قطر وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى تحقيق التعلم القائم على البحث والاكتشاف وريادة الأعمال. بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أقيم حفل افتتاح دار الرعاية الإنسانية بعد تأهيلها وتشغيلها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. في إطار حرص دولة قطر على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، شهد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل حفل افتتاح دار الرعاية الإنسانية بعد تأهيلها وتشغيلها، وذلك وسط حضور سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. وتهدف دار الرعاية الإنسانية التابعة لوزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الرعاية والإيواء المؤقت لهم حتى يتم حل مشكلاتهم. وتوفر الدار وحدة متكاملة لتلبية الاحتياجات الملحة للعمالة الوافدة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه العمال الضحايا من قضايا الاتجار بالبشر. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي 6 فلل، 4 منها سكنية و2 للخدمات العامة، وقد تم تجهيز وتأثيث البنايات 6 المخصصة كدار لإيواء العمال بشكل لائق ومتميز، بجانب التنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر وإلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور. تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار جهودها للتعريف بالإسلام وتنوير المهتدين الجدد برامج تستهدف الجاليات المقيمة في قطر، حيث تهدف إلى تعريفهم بتعليم الدين الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وتأتي في هذه المبادرات ضمن الخطط الدعوية التي تقودها الوزارة لنشر العقيدة الصحيحة وتعزيز القيم والسلوكيات الإسلامية والمساهمة في التثقيف الشرعي للمهتدين الجدد. أحمد، نعم، للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستديو السيد حسن عبد السلام العمادي رئيس قسم التعريف بالإسلام ورعاية المهتدين بمركز الشيخ عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الإسلامي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله معنا يا أبو عمر. الله يحييك. الله يكتب أجركم إن شاء الله على كل ما تبذلون. الله يحييك. الله يحييك يا أبو عمر. أبو عمر، وتحدثنا شوي عن البرامج والزيارات لجامع الإمام وآلية تنظيمه. نعم، طبعا احنا نستهدف في الوقت الحالي الزيارات الموجودة في جامع الإمام. آلية الزيارة، طبعا احنا طبعا لابد ناخذ فيهم جولة خارجية نشرح فيها طبعا جمالية الشكل المعماري لجامع الإمام. بعدها يكون لهم جولة داخلية، طبعا نبدأ ندخل فيها للمصلى، نشرح فيها المحراب ومفهوم المحراب، نبدأ نشرح فيها صفة الصلاة، صلاة الجماعة. طبعا لابد يعني لما يمرون هناك لابد أن احنا يكون عندنا يزورون فيها اللي هو المكتبة الموجودة في جامع الإمام. طبعا هذا بشكل مختصر. احنا طبعا الزيارات الموجودة عندنا عبارة عن زيارات منظمة وزيارات عشوائية. الزيارات المنظمة موجودة عندنا كل يوم جمعة. نعم.
أما بالنسبة للزيارات العشوائية مفتوحة خلال الأسبوع، نستقبل فيها الزوار في فترة صباحية. الله يوفقكم إن شاء الله. يوم الجمعة محدد بالتحديد ولا من أول يوم لنهايته؟ يوم الجمعة عندنا في فترة مسائية تقريبا من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب اللغات اللي يعني أنتم تستهدفونها من خلال اللي معتنقين الإسلام والمهتدين الجدد؟ نعم، طبعا احنا حاليا نستهدف ثلاث لغات رئيسية. نعم. اللي طبعا الناطقين باللغة الإنجليزية، عندنا كذلك الناطقين باللغة الروسية والإسبانية، وطبعا عندنا طموح مستقبلا ان شاء الله نغطي لغات اكبر واكبر ان شاء الله. ان شاء الله بتاع. جميل اخوي حسن، يعني الله يجزاكم خير، انت معاهم في ارض الميدان. نعم. يعني ما مدى الاقبال على البرنامج وشون طباعهم الزائرين له؟ الحمد لله، يعني هو احنا ما شاء الله يعني طلبات الزيارات عندنا بشكل مستمر ولله يعني الحمد. وبشكل يومي باعداد كبيره، واحنا ان شاء الله حتى متاملين على فعاليات كاس العالم يكون الاقبال اكبر واكبر باذن الله. باذن الله يوفقكم. نعم. لو تحدثنا عن البرامج اللي تقدمونها انتم لرعايه وتوعيه المهتدين الجدد، انت عارف الموضوع مش بسيط، حساس جدا. صحيح. انت تبغي شخص هذا مهتدي وما تبغي تنفره، فتحاول انك تكون دقيق جدا وتحاول انك تراعي انه ما توصل معلومة خاطئة أو يعني تكون هنا حريص بزيادة. فحدثنا عن الحرص في هذا الموضوع وعن يعني التوعية اللي تقدمونها من خلال هنا. المركز طبعا احنا عندنا برنامج اسمه تأهيل المهتدين الجدد. نعم. هذا خاص حق كل شخص يبدأ يشهر إسلامه، مباشرة نحوله إلى هذا البرنامج. البرنامج متكون من ثلاث مستويات، عندنا المستوى التأسيسي والمستوى المتوسط والمتقدم. نعم. في هذه الثلاث مستويات احنا نركز بشكل اساسي على اركان الاسلام واركان الايمان. ممتاز. فطبعا كل مستوى عباره عن ست لقاءات مكثفه، نبدا نشرح لهم طبعا على مفاهيمهم. نعم. كذلك نبدا نعلمهم قصار الصور، ولان طبعا المهتدي اول ما يشهر اسلامه يجيك من لغات مختلفه فيكون لسانه ثقيل. نعم. سهل عليه شوي. نعم. فنحاول احنا كثر ما نقدر يعني نخليه يحفظ قصار الصور ونخليه يكررها باستمرار. نعم. ابو عمر، طبعا هذا اللي هو اللي ذكرته حق الثلاث مستويات. نعم. للثلاث لغات اللي ذكرتها الانجليزيه والروسيه والاسبانيه او للكل؟ لا، احنا الحمد لله في بالنسبه لبرنامج تاهيل المهتدين قاعد نغطي لغات اكبر. نعم. عندنا هذا السؤال، هل هو على اللغات هاي الثلاث الحديثه ولا حتى السابقه؟ لا، عندنا احنا لغات طبعا تقريبا حوالي نستهدف سبع جاليات. ايه؟ عندنا الجاليه الفلبينيه، الجاليه الافريقيه، عندنا النيبالية والهندية، عندنا سريلانكية. نعم. فالحمد لله قاعدين نغطي يعني لغات كثيرة الحمد لله. المستوى الثلاثة حق اللغات كلها. نعم. طيب بمعنى آخر أو سؤال آخر، إيش معنى حاليا الثلاث لغات اللي هي الإنجليزية الروسية الإسبانية؟ ممكن نقول الإنجليزية أكثر انتشارا. نعم. الإسبانية موجودة في عدة دول، يعني مش صحيح. بس في إسبانيا بس. نعم. صحيح. يعني الروسية بعد تعتبر منتشرة. هو مثل ما ذكرت أنها هي انتشارها كبير طبعا في الدوحة في العالم بشكل. نعم. عام. وفي الدوحة كذلك في إقبال على هذه اللغات. نعم. نعم. وإحنا كذلك حتى مستقبلا مركزين على الفرنسية كذلك، لابد تكون متواجدة عندنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يوفقك. جميل أخوي حسن، يعني تو ثلاث لغات. نعم. ومستقبلا ممكن نضيف لغة إضافية أوروبية اللي هي اللغة الفرنسية. نعم. وجاينا تقريبا بعد 48 يوم 47 يوم كأس العالم. نعم. أكبر فعالية في. صحيح. العالم. ايش ممكن الفعاليات اللي تقومونها يعني ايش مجهزين؟ نعم، احنا الحمد لله يعني قاعدين نسعى في الموضوع. الحمد لله حتى في الوقت الحالي قاعدين نشوف يعني نفعل موضوع المتطوعين. فالحمد لله حصلنا لغه فرنسيه، حتى حصلنا برتغاليه ما شاء الله، وما شاء الله يعني شباب من اهل قطر يعني متقنين حق هذه اللغات. ف ان شاء الله احنا راح نراوي الناس طبعا زياره جامع الامام بصوره مختلفه تماما عن تصورهم الموجود. تقعد هي شوية مفاجآت ما نبغى نحرق الموضوع، لكن إن شاء الله في شيء يشرف إن شاء الله بإذن الله تعالى. أبو عمر، أنتم بس محددين على جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا عندكم أماكن ثانية ممكن تقوم بزيارات لها؟ نعم. مع المهتدين الجدد؟ نعم، إحنا بشكل عام في الوضع العادي عندنا زيارات ميدانية، ممكن في زيارات للأسواق. الأسواق. نعم. السواق الشعبية مثلا. بالضبط. جميل. ممتاز. عندنا طبعا عيادة المرضى نزورهم في المستشفيات. ممتاز. عندنا زيارة السجون نزورهم في السجون. وتوضحوا لهم ان الزياره من هذه فيها اجر وفيها ثواب. بالضبط. اي نعم. نعم. بالضبط. بالضبط. زين، بعد فهذه تقريبا بشكل عام. طبعا احنا تكون زياره توعويه وعندنا زياره كذلك تعريفيه بالاسلام. فحتى احنا عندنا ناس كثير حتى يشرون اسلامهم يعني هم في السجن. نعم. فنخلص اجراتهم كلها الحمد لله رب العالمين. والامور متيسره الحمد لله. الله يكتب اجركم ان شاء الله. الله ييسر اموركم. يعني ذكرت على اماكن الزيارات،
لو نتكلم شوي في اختصاصك اخوي حسن، انتم الزملاء الموجودين هناك الله يوفقكم ان شاء الله في هذه الفعاليات الجميله اللي انتم تقومونها، ايش اهم البرامج اللي تركزون عليها؟ مثلا حفظ القران، الاحاديث، تعليم الصلاه، ايش تركزون بالضبط؟ احنا طبعا بالنسبه لنا احنا مثل ما يقول واجهه المركز، مركز عبد الله بن زيد، فنحاول كثر ما نقدر نبين لهم صوره حلوه للمسلمين. فعندنا احنا برنامج تأهيل المهتدين اللي ذكرتكم اياه، طبعا احنا تركيزنا الاساسي على هذا البرنامج، ويتخلل هالبرنامج مجموعه من البرامج الترفيهيه. يعني عندنا احنا دوريات رياضيه نقيمها حق المهتدين. جميل. عندنا رحلات ترفيهيه، عندنا رحلات عمره. فنحاول احنا بين كل مستوى والثاني نحاول نخلي فيها ترفيه بحيث انه هو يتقبل هذا الشيء. ممتاز. يعني بمعنى اللي احنا فهمنا من الكلام اللي قلته ابو عمر ان المهتدي الجديد تهيئونه على اساس انه مثلا ينتقل الى مراحل تدريجية متطوره. صحيح. هي مراحل متطوره ممكن تودون انتم تتكفلون برحله عمره. صحيح. نعم. او زياره للمدينه المنوره. بالضبط. نعم. فبالعكس الله يوفقكم وجزاكم الله خير ويكتبكم يكتب لكم الاجر المضاعف. الكلام هنا يا ابو عمر اللي ماسكين التدريب او توعيه المهتدين الجدد هم شباب قطريين ولا من كل الجاليات؟ قطريين ومقيمين عرب اجانب؟ توضح لنا بس. طبعا بالنسبه للجاليات اللي احنا نسميها الفئه العماليه. نعم. هاي طبعا كلهم اجانب. نعم. بحكم طبعا صعب تحصل شباب قطريين يتكلم مثلا ممكن باللغه الفلبينيه او اللغه النيباليه وكذا. لكن احنا بالنسبه للغه الاسبانيه والروسيه وكذلك الانجليزيه فالحمد لله احنا قاعدين نسعى في الموضوع انه نخلي عمليه التقطير كامله في هذا الجانب. نعم. انا اذكر يعني واحد من المسؤولين السابقين كان قائد سلاح الجو القطري علي بن سعيد الحول. نعم. من خريجين اعتقد فرنسا تقريبا. ماشي. كان يدعو حتى كان يتكلم بالفرنسيه يدعوهم للاسلام واعتنقوا ناس كثير. صحيح. الاسلام. فبعد هذه مفروض ان الشباب القطريين اللي متميزين في في صحيح. في طريقه الاقناع مثلا يتطوعون في هذا الامر. صحيح. بيكون في اجر وبيكون في حتى مساعده لكم. احنا الحمد لله خلال هذه الفتره حتى عندنا توجه في هذا الشيء. نعم. ان لابد نجذب الشباب الاكتريين يشاركون معنا ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم. حتى المفروض لكم توضح لما يدخل شخص الاسلام على يدك اجره يعني كبير. صحيح. جدا كبير. نعم. صحيح. صحيح. يعني مهم الموضوع هذا. يعني يا ريت الشباب القطريين اللي عندهم خبره في اللغات، اللغه الاسبانيه مثلا، الانجليزيه، الروسيه او اللغات الاخرى، يعني يحاول انه يتطور في الاجر الكبير. بالضبط. صحيح. بالضبط. اخوي حسن انا بعد بسالك، يعني اليوم انتم يعني يمكن واحده من الاسباب اختياركم للمسجد الامام من وسط الدوحه والحجم الكبير، هل بكره ممكن توسعون شوي تروحون مدن؟ طبعا وسط الدوحه اهو. نعم. ممكن تروحون مدن اخرى، البكره، شمال، توسعون بشكل اكبر؟ نعم. احنا فعليا كان عندنا برنامج في السابق كنا نستهدف فيه جامع المدينه التعليميه. طبعا احنا كل ما حصلنا اقبال كبير من الزوار على هذا المكان مباشره تلقانا متواجدين ان شاء الله. الله يجزاك. فبالعكس لما احنا نحصل فيه اقبال على جامع معين مباشره بتحصلنا ان شاء الله موجودين. باذن الله تعالى يوفقكم. انتم تستهدفون الجوامع المميزه ولا؟ بالضبط. احنا يعني نستهدف الجوامع اللي عليها اقبال من الناس. نعم. يعني في طلبات دائما تجيهم ان احنا نبي نزور الجامع، نبغى نزور الجامع، فيبدون يخطبوننا احنا. ممتاز. ابداوا استلموا هالبرامج. الله يوفقكم ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يوفقكم. احنا تقريبا ابو عمر تقريبا وصلنا الى ختام هذا اللقاء. كلمه اخيره حاب توجهها للمشاهدين الكرام او حتى يعني من هو حاب انه يتطوع في هالموضوع. نعم. طبعا المجال ان شاء الله مفتوح والى اليوم مفتوح، يعني احنا ما زلنا في عمليه طبعا البحث على متطوعين بالنسبه لفعاليات كاس العالم. بالعكس نقبل الجميع انه يشارك معنا والباب مفتوح، وهذا اجر عظيم يعني الواحد لابد انه يحرص عليه ان شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير. وياك الله يحفظك. السيد حسن عبد السلام العمادي، رئيس قسم التعريف بالإسلام ورعاية المهتدين بمركز الشيخ عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الإسلامي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب. جزاكم الله خير وشكرا على الضيافة. واجد مرحبا يا ابو عمر. مشاهدينا الكرام، فاصل ونرجع معكم ونواصل.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. اختتم معرض عسجد للمجوهرات فعاليات النسخة الرابعة من التي شارك فيها أكثر من 100 عارض من داخل الدولة وخارجها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. اختتم جالري الحزم فعاليات النسخة الرابعة من معرض عسجد للمجوهرات الذي شهد مشاركة كبيرة وصلت إلى 109 عارضين من السوقين المحلية والعالمية. ومثل المعرض الذي أقيم على مساحة 3 قاعة كبيرة نقلة نوعية وإضافة مهمة إلى معارض المجوهرات التي تنظمها قطر، لا سيما أن مجموعة من الشركات المتخصصة في تصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم شاركت فيه، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والقطع الثمينة وغيرها. معرض عسجد حقيقة إحنا يمكن هالسنة مع كأس العالم قلنا إن خلي إحنا نكون يعني كأس العالم مش معناته إن كل شيء في البلد توقف، وهذا دليل إن الدولة باستطاعتها إن تستضيف حدث بهذا الحجم، وفي نفس الوقت الأحداث الثانية اللي لها تأثير إيجابي على الاقتصاد تستمر، لأن لازم الحياة تستمر، لازم المعارض تكون موجودة، الأنشطة تكون موجودة، وهذا أصلاً الصح في الأحداث الكبيرة إن الدولة تبين والناس والقطاع الخاص يقولون صح احنا عندنا كأس العالم، لكن كل الأمور الثانية ماشية بسلاسة والوضع فوق الزين صراحة. وكافتتاح من أول يوم وثاني يوم حقيقة الإقبال فوق الممتاز اللي احنا بنشوفه. وطبعا هذا مش كلامي أنا، هاي كلام التجار. تعرفي يمكن الناس متعودة على معرض طيب الحزم والزحمة، لكن زحمة طيب الحزم غير وزحمة معرض المجوهرات غير، فكل واحد له طبيعة من مش من الزوار، من عدد الناس اللي بيجون، فكعدد وكنسبة المبيعات الحمد لله الكل راضي عن هذا المعرض. وضم المعرض مختبراً متخصصاً لفحص الألماس وتحديد جودته، وأتاح لزواره إمكانية الشراء المباشر والاطلاع على المنتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة. واحتضن المعرض الذي يهدف إلى توفير العناء والوقت على العشاق والباحثين عن التميز في عالم المجوهرات الكثير من الأسماء المميزة في عالم المجوهرات، فقد شاركت فيه أهم الأسماء العالمية والمحلية من نخبة التجار والشركات المختصة في هذا المجال، ومثل تجمعاً لأهم الأسماء وأكبرها في مجال المجوهرات، وكان العرض بطريقة عصرية ومختلفة. انطلقت أمس فعاليات الشهر التوعوي بالأمن السبراني والذي تنظمه الوكالة الوطنية للأمن السبراني تحت شعار لفضاء سبراني آمن، وذلك احتفاء بالشهر السبراني العالمي والذي يصادف أكتوبر من كل عام. نعم يا حمد، والمزيد حول هذه الفعالية الخاصة بتوعية المجتمع بالمخاطر الإلكترونية وكيفية التصدي لها يسعدنا يكون معنا في الاستديو السيد يوسف عيسى الشريم من الوكالة الوطنية للأمن السبرالي. في البداية نرحب فيك على شاشة قناة الريان ونورتنا اليوم. والله شاشة النورة بهالها الله يطول بعمرك. الله يجزاك خير يا أبو عيسى، الله يحفظك. أبو عيسى، في البداية نبغى نتكلم على أهمية تخصيص شهر من كل عام على مستوى العالم للتوعية بالأمن السبراني وتفاعل الوكالة الوطنية مع هذا الحدث. في البداية ودنا نتطرق للفكرة. بدت متى الفكرة؟ ما بدت مش وليدة اللحظة، الفكرة بدت من سنة 2004 ومرت يعني تسلسل كثير وتطورات كثيرة لما وصلتنا اليوم بالصورة اللي احنا فيها. مرت على 2012 تقريبا تعممت في الدول الأوروبية، أصبح شهر 10 معروف به بالشهر التوعية بالأمن السيبراني. استكمالا لسؤالك، ما هي أهمية هذا الشهر؟ طبعا الشهر هذا أهميته ان احنا نبتدي ننشر ثقافة الأمن السيبراني، بحكم انه يعني العالم خلنا نقول الأمن
الأمن السيبراني شيء جديد ومتجدد، يعني اليوم المخاطر الموجودة اليوم ما كانت موجودة قبل سنتين، واللي موجودة اليوم ما راح تكون موجودة السنة الجاية. هو عالم متجدد مثل ما أنت شايف، يعني أبل على سبيل المثال يعطونك أبديت للجوال كل 3-4 شهور. فهذه من هذه الأمور. فالفكرة أنه صار أن نبي إحنا ننشر الوعي للأفراد وللمؤسسات، المؤسسات بشكل عام إحنا نتكلم هذا عالميا. جاءت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بحكم أنها هي صاحبة الاختصاص في دولة قطر ترعى هذه المبادرة لزيادة الوعي للأفراد لنا وزيادة الوعي في لمؤسسات الدولة، لأن في الأول والأخير الشخص اليوم فرد في المجتمع هو أما أنه موظف أو هو طالب أو هو أيا يكن يرجع في الأول والأخير لمؤسسات الدولة. فإذا الشخص هذا كان على يحمي قدر نفسه ويحمي مؤسسة بالضبط الدولة. هو إذا كان عنده قدر من المعرفة ومن الوعي السيبراني قادر أن يحمي نفسه ويحمي الجهة اللي هو يشتغل فيها مثل ما تفضلت. جميل جدا. يعني أبو عيسى وايد نسمع الأيام هذه حتى الأيام اللي طافت المخاطر الإلكترونية، المخاطر الإلكترونية، ما هي المخاطر الإلكترونية التي تعرض لها الناس العادية وذلك وكذلك الجهات المختلفة من المؤسسات؟ مثل ما أنا قلت لك في جوابي في السؤال السابق، العالم الأمن السيبراني بشكل عام عالم متجدد، لكن وإذا بحصر لك أمثلة نحتاج نفرد لها حلقة يعني طويلة. نأخذ مثال، المثال اللي هو أكثر شيوعا خلنا نقول اللي هي محاولات الاحتيال أو محاولات التصيد، أعتقد جميعنا مر فيها أو سمع فيها أو شاف حد تعرض لها. وأنتوا نشراتكم ما شاء الله أول بأول في وسائل التواصل الاجتماعي. نحاول نوعي وننشر هذه الفكرة. الفكرة هذه كيف تصير؟ المخترق هو يراهن على قلة وعي المستخدم، فهو يحاول مثلا يتلاعب بالرابط، مثلا يعطيك اسم الرابط او لينك معين بدل كوم يحطها سي او ان على سبيل المثال، بحيث ان العين ما تنتبه لها وانت تضغط عليه وتقع ضحيه لهذا الاختراق. فاحنا يعني من دورنا نهدف ونحاول ان نوصل فكره ان يا جماعه الواحد مثلا يتفادى انه يضغط على الروابط المشبوهه، يتاكد منها بعض الممارسات البسيطه اللي راح تجنبك ان شاء الله يعني الوقوع في هذه المخاطر. نعم ابو عيسى، انا بتكلم على الأخطاء الأكثر شيوعاً خلال اليوم بشكل يومي. مرات يجيك مسج من البنك اللي هو مثل ما قلت أنت فيه خطأ، فيه شيء بسيط ما شفته، أو مرات يجيك اتصال عطنا رقمك الشخصي ويجيك كود معين. نبغى نوضح للمشاهدين الحين لو يكلمني شخص يقول عندك كذا 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 راح يجيك مسج الحين أرسل الكود، في حالة أني ما أرسلت الكود ما راح يقدر يخترق. وغالبا الكلام اللي جالس تقوله صحيح، لكن في البدايه يعني في الاول والاخير لما يجيك اتصال من رقم تليفون على سبيل المثال، رقم جوال يدعي انه يكلمك مثلا على سبيل المثال من قناه الريان، على سبيل المثال قناه الريان لو بتتصلي بتتصلي من تليفون ارضي معروف به. هو اللي يحاول ينتحل، مثلا ينتحل جهات معروفه ارقامها معروفه يعني كخدمه عملاء. فيعني احنا بس اللي نقوله للشخص انه حاول تاخذ الحيطه والحذر. انت من متصلي من اي جهه؟ والله انا من الجهه الفلانيه. طيب اتصلي من تليفون المكتب، من تليفون الارضي، ليش تتصل من تليفونك الشخصي؟ وبعض الاحيان يعني انت تسمع هو اللي اتصل فيك، تسمع صوت الازعاج اللي وراه واضح انه مش من جهه رسميه يعني. فهي محاوله احتيال هي تقع فيها، لكن مثل ما كان سؤالك ايش هي الاخطاء الاكثر شيوعا على سبيل المثال او الامور اللي ممكن يتعرض لها الشخص. احنا بدورنا نهدف او نقول نوصي الناس انه يعني انا اليوم مثلا والله ما لدى ادخل في السوشيال ميديا اكتب اني انا موظف في الوكاله الوطنيه للامن السيبراني، وبكره مثلا جيت صورت في مكتبي وبعد بكره صورت كذا. في شيء يعرف بالهندسه الاجتماعيه السوشيال انجينيرنج، يبتدي لو شخص يبي يستهدف مثلا ما يبي يستهدف يوسف، يبي يستهدف الوكاله، عنده بطريقه او باخرى يبحث مثلا الوكاله الوطنيه للامن السيبراني، لقى يوسف حط اسمه، طيب شاف اليوم معلومه معلومتين ثلاثه، جمع معلومات انت في غنى عنها ان انت تظهرها للعامة، وانت على فالك، وانت على فالك مثل ما قلت ان في حد يبحث من وراك ويسوي، انت بحسن نيه وعلى فالك تبيها. وعلى سبيل المثال يعني لما انا اجي والله زميلي وصديقي يا اخي اليوم مثلا على سبيل المثال ما داومت، يا اخي خذ رقم باسوردي مثلا، دخل باسوردي عندك، قدم لي اجازه، قدم لي كذا. احنا نفضل انه ما تتم مشاركتها، ما نقول ان زميلك الشخصي قد يخطئ فيها، لكن معلوماتك الشخصية لا تشاركها. حاول أن تخلي كلمة المرور تغيرها بشكل دوري، ما تكون سهلة التخمين، يعني على سبيل المثال لا تحط لي كلمة مرور 1-2-3-4-5-6 قطر 2022. حاول أن كلمة المرور تتضمن حروف إنجليزية، حرف كابيتال، رموز، حرف كابيتال، اسمه. أي ممتاز. البعض يحس أنها ثقيلة على نفسي، ليش تخليني سبحان الله؟ واحد يقول لك يا أخي الآي تي معقدينها علينا، حاطين سياسات وضوابط. هي في الأول والأخير لحمايتك وحماية المؤسسة اللي أنت تعمل فيها، لأن يعني بعض الأحيان المخترق يأخذ آلية أنه يخلي الكمبيوتر بنفسه هو يتوقع
فإذا كانت أرقام سرعة كسر كلمة المرور أو تخمينها أسهل لما تبتدي تعقد لها، تحط لك حرف كابيتال وسمول ورموز إشارة، فتصير أصعب. فأنت تكون حتى أنت يا مستخدم تحمي نفسك لو كان بريدك الإلكتروني الشخصي. نعم. مش حتى جهة العمل. طيب الله يوفقكم. يعني شريم اليوم وايد سمعنا الفترة اللي طافت إن صارت فيه هجمات على قطر بالذات في البطاقة البنكية. صحيح. إن بعض الناس مثلاً تطلب من مواقع مشبوهة إن مثلاً ملابس ولا شيء وتخلي حفظ البطاقة في الموقع، فتبتدي فترة طويلة وممكن يسحبون منها مبالغ إن كان مبالغ صغيرة أو كبيرة. إيش ممكن ننصحهم بالذات من يعني الأشياء البنكية اللي فيها فلوس اللي فيها سحب على مبالغ؟ هذه مثل ما احنا يعني ذكرنا قبل شوي ان الواحد يتحقق من الروابط اللي يدخلها والمواقع اللي يدخلها. ان انا مثلا لما اجي اشتري من مواقع موثوقه، ما موقع والله انا مشاك في امره، وتبتدي انت يعني في الاول والاخير هي كل يعني هي ناخذ افضل الممارسات الموجوده. الواحد يعني يعتمد على الوعي والاول والاخير من رب العالمين. لكن اذا جاك مثلا والله حسيت انه في عمليات مشبوهه ولا شيء، يعني راجع مثلا البنك او خذ الاجراءات اللي من الجهات المختصه. يعني الثقافه الاجتماعيه عنصر اساسي. عنصر اساسي هو اللي يعني يحميك شخص، لأن مثل ما قلت لك المخترق يعتمد على أن الشخص هذا ما يكون واعي بقدر كبير أنه يتصدى لهذه الهجمات. بيض الله وجهك حمد. الله يحفظك يوسف. احنا مستمرين معاك في هذا الحديث الشيق عن الأمن السيبراني وعن الاحتفال أو تخصيص شهر أكتوبر للاحتفال بالأمن السيبراني في العالم. مشاهدنا فاصل قصير وعقب الفاصل نرجع نكمل حلقتنا، خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ونعود للحوار مع ضيفنا في الاستديو السيد يوسف عيسى الشريم من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. أهلا مرحبا فيك. الله يرحب فيك. الله يطول بعمرك أبو عيسى. نبغي نتكلم على اللي هو الفعاليات اللي راح تنظمونها خلال شهر أكتوبر اللي هو شهر 10 الحالي. الله يطول بعمرك. الفعاليات عندنا ممتدة ومتنوعة في الوكالة ومختلفة. نبتدي في البداية بادئا ببدء أن احنا عندنا الوكالة قامت بوضع إعلانات أو خلنا نقول لافتات إرشادية توعوية في مناطق الدولة الحيوية، منها من الشوارع أو المجمعات وما إلى آخره، بحيث أن الشخص في المجتمع سواء كان رايح مجمع يتمشى يتسوق عنده مشوار تبتدي تأخذ عينه على بعض التوصيات اللي ممكن تكون موجودة يستفيد منها. شيء توعوي هذا شق من الأمور. بالإضافة إلى عندنا إحنا بعض ورش العمل اللي راح تكون أونلاين إن شاء الله، الجدول راح يتم الإعلان عنه خلال اليومين الجايين. ورش عمل من كوادر من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومن بعض الخبراء المختصين في الدولة. نعم. ومن خارجها، بحيث أن احنا نقدم إضافة ومساهمة للأفراد أن نأخذ معهم. يعني ما هي الجدول طويل، لكن من مثلا من الأمور اللي تحضرني مثل ما تفضلت في محاضرة كانت بعنوان الأمن السيبراني والأفراد، بحيث أن أنا كفرد من أفراد المجتمع إيش أهمية الأمن السيبراني لي، إيش أفضل الممارسات اللي ممكن أخذها، بالإضافة إلى مثلا سياسات كلمة المرور والتحقق الثنائي اللي هو أنا ليش المطلوب مني أحط سياسات كلمة المرور، ليش لازم يكون عندي تحقق ثنائي يوصلني كود. بالإضافة إلى عندنا فعالية تكريم، طبعا أعتقد في الفترة الماضية استضفت أحد زملائنا. نعم. اللي تكلم عن برنامج الوقاية من الجرائم. نعم. الإلكترونية. عندنا حفل تكريم لجهات الدولة للمشاركة، هذا في نهاية الشهر، هذا كله في غضون هذا الشهر. أي. يعني أقصد في نهاية أكتوبر بيكون التكريم اللي هو بعد الحفل هذا راح بعد ما تخلصون بإذن الله الأحد الواش. الجاي لا هذا الأحد الجاي، لأن البرنامج هذا كان مستمر في الفترة الماضية وانتهى عندنا. نعم. فهذا تكريم راح يكون يوم الأحد الجاي بإذن الله. بالإضافة إلى عندنا خلنا نقول جناح راح يتم وضعه في جامعة قطر في كلية الهندسة. نعم. للبنين والبنات لتعريف الطلاب بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالاختصاصات المطلوبة ومحاولة لتقريب الطلاب للوكالة بحيث تخصصون في الأمن السيبراني. بالضبط. يعني أنا كطالب اليوم تخصص يعتبر حاليا. بالضبط. يعني لو أنا طالب اليوم سنة أولى داخل الكلية أشوف نعم أشوف أخذ فكرة إيش الأمن السيبراني، والله مثلا الأمن السيبراني عندي أسئلة لأن اليوم إذا تخرجت شنو بيكون دوري في المجتمع، وين بتكون وظيفتي. جميل. وين بداوم، لا والله أنت بداوم في الوكالة موضعك كذا، أي تساؤلات موجودة. وبالإضافة إلى مثل ما قلت لك نشر الوعي والثقافة
وبعد من الامور اللي راح تكون فيها الوكاله اللي هو احنا يعني الحمد لله بشكل مستمر عندنا نشر في منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت هي منشورات توعويه او اخر اخبار هذا الوكاله. هذا اللي كنت بقول لك عنه، يعني انت ذكرت الاعلانات في الشوارع وكل حاجه وقاعد اقول ان شاء الله بيقول لا ان شاء الله جاي لك، لكن في بعض شغله اضافيه، احنا في قناه الريان الابواب مفتوحه لكم اذا عندكم فيديوهات توعويه ما عندنا اي مشكله نحن نعرضها عندنا باستمرار، واتوقع باقي التلفزيونات المحليه ما عندهم اي اشكاليه في هالموضوع. اكيد تلفزيون قطر، قناه الكاس، اعتقد القنوات كلها، فاحنا في قناه ريان احنا حاضرين باللي انتم تعملون، احنا شاكرين اي فيديوهات توعويه من عندكم احنا حاضرين. والله احنا شاكرين ومقدرين، هذا في الاول والاخير احنا هدفنا وهدفكم واحد الا هو خدمه في المجتمع في ما في شك. الله يحفظك. كذلك بعد ابو عيسى نبغي يعني كل يعني اذا جاء نهايه شهر 10 يعني نبغي تخصصونا وقت نسوي معكم لقاء بالأشياء اللي وصلتوا لها، الملاحظات جداً مهم. يعني الأشياء اللي حتى توصلتوا لها بالعكس يسعدنا ويشرفنا إن شاء الله. الله يجزاك خير وحنا سعد الله. أبو عيسى أنا بسألك وبكمل على كلام زميلي حمد، أنت معاهم في أرض الميدان، أبرز الأسئلة اللي تيكم والجمهور شنو؟ شو يستفسرون عنه بالذات الفترة هذه؟ أسئلة الجمهور متنوعة ومختلفة، يعني ممكن يقول لك الواحد مثل ما الأسئلة اللي أنتم تفضلتوا فيها قبل شوي، أن كيف أحمي نفسي، إيش ممكن أسوي، الباسورد ولا وكيش أسوي لو صار كذا، إيش أسوي من الأمور هذه. فإحنا دائما أي تحديثات أو أي أمور مستجدة تصير راح نعلن عنها في منصات التواصل الاجتماعي. أنا إذا بستغل وجودي اليوم معاكم هني أني أنا أوصي يعني الجميع والجميع المشاهدين أن مثلا متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للوكالة للحصول على آخر المستجدات سواء من أنشطة الوكالة أو من خلنا نقول التحديات اللي تصير أو المخاطر اللي تصير والتوعية فيها. لأن احنا توعيتنا مستمرة وبإذن الله في هالشهر في شهر 10 راح تكون مكثفة بحيث أن المتابع يطلع بفائدة. يعني أنا أبي المتابع لما يتابع منصات التواصل الاجتماعي ما يشوف مجرد أخبار الوكالة، إيش سوت الوكالة، نظمت الوكالة، فعلت الوكالة، لأنه بيطلع بفائدة إضافية ألا وهي من المقاطع التوعوية أو من الإرشادات اللي تقوم في تنشرها الوكالة بشكل مستمر. أبو عيسى أنا شفت أتابع حسابكم في تويتر، لكن ليش ما يكون عندكم حساب في سناب شات بحكم أنه منتشر وحساب يكون موثق فكرة جميلة عليه النجمة وعندكم شخص مختص تكلم على الأفكار يوعي الناس يعطيهم ملاحظات يعطيهم فكرة معينة أي شيء جديد يكون عن طريق حسابكم الموثق بالذات لأن الحين صار سناب شات عندهم مكتب أعتقد في قطر عن طريق مكتب الاتصال الحكومي يكون ربط بينك وبينهم على أساس توثيق حساب من خلاله تنزل هذه الفقرات أنا بضيف علي بضيف ممكن يكون 5-6 أو أكثر ما يشوفون حلقة وأسرع حاليا فعنده حسابه قاعد في أي مكان أيا كان على الأقل أشوف حسابكم كل ما نزل شيء فهي فكرة والأمر راجع لكم في الأول والأخير. نرحب بمثل هذه الأفكار وفي مجهودات يقومون فيها الشباب ونقوم فيها بإذن الله نحن نحاول نوصل للمتلقي من جميع النوافذ الموجودة سواء كان التواصل الاجتماعي أو غيرها. احنا ما اكتفينا بالتواصل الاجتماعي، اليوم احنا عندكم في قناة الريان وحتى لو في الله يجزاك خير وحتى لو في الجرائد وكذا نحاول احنا نوصل الفكرة للمتلقي لأن ممكن شريحة اللي تتابع وسائل التواصل الاجتماعي غير عن الشريحة مثلا اللي تقرأ الجرائد غير عن الشريحة اللي تشوف التلفزيون أكبر. بالضبط فاحنا نحاول قد ما نقدر ان نكون متنوعين ونوصل للجميع من جميع الوسائل الله يجزاك خير. ابو عيسى لا زال عندي سؤال الوقت قاعد يداركنا لكن نبغى نتكلم على المؤشرات البيئيه السبرانيه الامنه في المجتمعات والمؤسسات الوطنيه بشكل عام. ممكن بس تعيد لي سؤالك الله يجزاك اللي هو الله يسلمك ما هي المؤشرات البيئيه السبرانيه الامنه في المجتمع والمؤسسات الوطنيه؟ شوف المؤشرات بشكل عام في دوله قطر المؤشرات الحمد لله يعني جيده وباذن الله هي بتضافر الجهود، الجهود اللي تقوم فيها الوكاله مع باقي مؤسسات الدوله مع الافراد مع دوركم انتم في قناه الريان ان باذن الله احنا في النهايه هو العمل تكاملي وتكاتفي ان احنا ان شاء الله باذن الله ناخذ لرفع دوله قطر ولحمايه دوله قطر. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير ان شاء الله. خلينا نقول ثقافه ووعي المجتمع عنصر اساسي للتحديات اللي احنا نشوفها 100%. لو نوصل معاك في نهايه حديثنا ونهايه لقائنا معاك مع مشاهدينا الكرام اهم النصائح اللي انت تنصحهم فيها بشكل اهم النصائح ما ان احنا ناخذ من وقتهم كثير لكن مثل الامور اللي احنا قلناها سياسات كلمه المرور التغيير بشكل مستمر يعني كل شهرين كل ثلاثه على سبيل المثال غير كلمه المرور لا تخليها سهله حاول انك تتجنب انك تضغط على الروابط المشبوهه على سبيل المثال انا مش متوقع انه يجيني رابط بشكل معين ما اضغط عليه يعني لو جاني مسج مثلا انا داري انه مبلي لا اضغط عليه اتحقق اتاكد. واو. في النهايه انت تاخذ 5 ثواني
قبل ما تضغط على الرابط تتأكد منه أفضل من أنت بعدها تأخذ في إجراءات إنه والله اخترقوا حسابي أو احتالوا علي أو صح. ما إلى ذلك. في الأول والأخير الواحد يعني الوعي مهم، ومثل ما قلت لك المخترق هو يعني يلعب أو يراهن على عدم وعي الشخص. فإحنا الحمد لله الواحد يحاول يوعي نفسه لو يخصص من وقته يعني دقائق في اليوم صحيح. يقرأ يأخذ يكتسب الثقافة، هي ثقافة مكتسبة، وبإذن الله يعني مع الأيام الواحد يعني ما يقع ضحية لهذا إن شاء الله تعالى. يوسف بن عيسى الشريم من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب، والله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا يا طول عمرك. شكرا يا أبو عيسى، في انتظار اللقاء الجاي إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله تكون معنا بإذن الله. تشرفونا بإذن الله يا أبو عيسى. نرجع لأجواء المونديال حمد لودك، نروح المونديال. إذا باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في استاد جاسم بن حمد في نادي السد، وإتاحة الفرصة للجمهور بمتابعة التدريبات لدعم منتخبنا الوطني، وكلنا معاك يا لدعم. في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم، استأنف منتخبنا الوطني تدريباته في استاد جاسم بن حمد في نادي السد، وفتحت الأبواب أمام الجمهور ووسائل الإعلام لمشاهدة التدريبات للمرة الأولى. وأتاحت هذه المبادرة الفرصة للجماهير القطرية والمقيمة للتعبير عن مساندتها ودعمها لمنتخبنا ونجومه قبل مشاركته التاريخية الأولى في بطولة كأس العالم. يذكر أن المرحلة السابقة من استعدادات منتخبنا بدأت في 2 يونيو الماضي، وتخللتها إقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية في إسبانيا والنمسا مع أندية أوروبية معروفة، بالإضافة إلى مباريات مع منتخبات قوية أبرزها كندا وتشيلي. بذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقة الليل من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم يا حمد، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نرحب باقتراحاتكم، في أمان الله.